وللقاء المزيد من الاضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشره سعاده النائب عبد النبي سلمان النائب الاول لرئيس مجلس النواب. سعاده النائب، بدايه نرحب بك، ولو تطلعنا على اهميه تنظيم مثل هذه الفعاليات وايضا الجلسات البرلمانيه في اعداد الكفاءات الوطنيه الشابه وايضا تهيئتهم في خوض التجارب البرلمانيه والاجواء الديمقراطيه، ورايكم في الشباب المشارك بشكل عام. مساء الخير. أعتقد التجربة اليوم كانت تجربة بالفعل متميزة. احنا كأمانة عامة وكمجلس نواب أعتقد أن الأمانة العامة قامت بدور كبير جدا اليوم في الإعداد لهذه الجلسة الاستثنائية. فعلا تدريب الشباب، إطلاعهم على تفاصيل التفاصيل بالنسبة للقضايا المتعلقة بممارسة العمل البرلماني كان على جانب كبير من الأهمية. أعتقد طرح جدول الأعمال بهذه الطريقة السلسة كان مهم جدا ان الشباب يندمجون في طرح الاسئله وفي النقاش وفي تبادل الادوار، وايضا مشاركه اصحاب سعاده الوزراء كان لها دور مهم لان اعطى الجلسه واعطانا احنا ايضا ذات الشعور اللي نحسه في اي جلسه برلمانيه عاديه وبحضور النواب. اعتقد ان احنا اليوم يعني رئاسه المجلس الرئيس والنواب الرئيس الاثنين كانوا حاضرين في القاعه يعني تجسيد حقيقي لجلسة افتراضية لكن هي جلسة حقيقية على واقع الأرض، لأن احنا شفنا أسئلة من المشاركين الشباب نواب المستقبل، وشفنا أيضا أجوبة من الوزراء الفعليين اللي في الحكومة حاليا. وأعتقد التفاعل هذا كان إيجابي وجميل جدا ويبشر بكثير من الخير، خاصة أن الشباب كانوا على مستوى كبير من الحرص على يعني ممارسة دورهم بكل وضوح بكل يعني تفاني، وفي نفس الوقت كانوا حريصين أن يتعلموا. الواحد يشعر فيهم أنهم كانوا بالفعل يحبون يتعلمون هاي الدور اللي هو دور وطني في الأساس، وبالتالي إحنا كنا يعني نتابعهم من على المنصة كمتابعة لأبنائنا بالفعل، أن كانوا بالفعل حريصين أن يتعلمون الدور، وفي نفس الوقت كان في تركيز، ما كان في مثلا أحاديث جانبية ولا مثلا تقول يعني مضيع للوقت. كان في بالفعل حرص شديد منهم على انه يتعلمون من هذه التجربه القصيره نسبيا اللي مدتها جلسه واحده. واعتقد ان حتى دخولهم فيما قبل الجلسه هذه في اللجان المعنيه بصياغه المقترحات والاسئله وطبيعه الاسئله ويعني المراحل اللي يمر فيها السؤال وتمر فيها المقترح بقانون والمشروع بقانون، هذه الامور خلقت فيهم نوع من الفهم الواضح كنا نستشعره فيهم بنظراتهم في كلامهم في تلقائيتهم في الكلام، وشيء جيد يبشر بالخير لان احنا اليوم امام تجربه شبابيه. هذول ان شاء الله يكونوا نواب المستقبل، وبالفعل احنا استشعرنا بكثير من الغبطه والسرور ان بناتنا واولادنا يشاركون بهذه الروح وهذا الحماس رغبه في التعلم. لا. واعتقد ان تنظيم هذه الفعاليات راح يختم كثيرا في المستقبل ونتمنى تستمر التجربه. نعم. إذا سعادة النائب عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.